تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر القناة الرياضية من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامج A to Z، حيث نقدم لكم يوميا وجبة متنوعة من المواضيع الرياضية التي تهم جميع الأذواق. فأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة اللي إن شاء الله نتمنى أنها تحوز على رضاكم. هناك آراء ونقاشات رياضية وأحداث رياضية نعيشها في هذه الفترة، يمكن الموسم بدأ يعني ينتهي شيئا فشيئا، لكن توقع هناك مشاركات أكيد سواء نادي الكويت في كأس الاتحاد الآسيوي أو حتى منتخبنا الوطني واللي يعسكر في دبي استعدادا للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا، والتصفيات ستكون هنا إن شاء الله في الكويت من 31/5 إلى 15/6. سنواكب جميع هذه الأحداث وأكيد راح نكون معاكم من خلال هذه طبعا البطولات والحديث أكيد عنها. لكن في البداية دعوني أرحب بزميلي مناف أشكناني. مساء الخير مناف. مساء النور زميلي خالد، وعسى ربي يوفق كل من يسعى لرفع علم هذا البلد إن شاء الله عاليا يا رب بإذن الله. أكيد إحنا مع جميع فرقنا التي تشارك في الخارج، سواء ممثل الكويت نادي الكويت في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي أو حتى منتخبنا اللي إن شاء الله سيكون هنا متواجد في المجموعة الثانية من خلال التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا. وأكيد بدايتنا مع فقرة ذا سبوت، وأكيد عندك ضيف مميز، وأتمنى إن شاء الله يعني نشاهد فقرة مميزة بتواجدك وبتواجد الضيف العزيز. شكرا زميلي خالد. بداية فقرات برنامج A to Z لحلقة اليوم فقرة سبوت، نبديها بتقديم هذه الفقرة. يسعى نادي وربة الرياضي للمعاقين منذ بدايته إلى بناء قاعدة شبابية ونهضة رياضية شاملة، إذ يعتبر أحد الأندية الرياضية الكويتية الشاملة لذوي الإعاقة الحركية والبصرية والشلل الدماغي، حيث يولي اهتماماً كبيراً منذ تأسيسه على الجانب الرياضي والثقافي والاجتماعي، كما يطمح إلى تطوير رياضة المعاقين من خلال الاشتراك في المسابقات والبطولات ولتسليط الضوء أكثر على النادي وأهدافه والأنشطة التي يقدمها. يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الأستاذ جمال المشعل، رئيس مجلس إدارة نادي وربة الرياضي للمعاقين. مشاهدينا نتابع معكم تقرير خاص عن نادي وربة الرياضي للمعاقين، ونرجع لكم مرة ثانية. يطمح نادي وربة الرياضي للمعاقين منذ تأسيسه في عام 2018 برؤية مستقبلية في تطوير رياضة المعاقين وخلق روح التنافس بين الرياضيين المعاقين بدولة الكويت من الجنسين، مع الأخذ بالاعتبار تنمية المعاق اجتماعياً وثقافياً من خلال تنظيم الدورات وورش العمل، مع تنفيذ خطة لدمجهم مع المجتمع بالصورة التي تضمن لهم سهولة ممارسة كافة الأنشطة. ومن أبرز مشاركات نادي وربة الرياضي للمعاقين في البطولات الخارجية كانت في بطولة آسيا للريشة الطائرة للمعاقين التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019، وبطولة فزاع الدولية الثالثة للريشة الطائرة التي أقيمت خلال شهر مارس الماضي 2021، وبطولة إسبانيا الدولية للريشة الطائرة للمعاقين المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021. رجعنا لكم مرة ثانية، نرحب بالأستاذ جمال مشعل، رئيس مجلس إدارة نادي وربة للمعاقين. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير، وتشرف أني أكون معاكم في قناة الثالثة بتلفزيون الكويت. بداية لابد من السؤال المنطقي، تحدثنا عن نادي وربة للمعاقين، تحدثنا عن الهدف من إنشائه والفئة العمرية المستهدفة. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي وربة الرياضي للمعاقين تأسس في عام 2018 بالتحديد في صدور قرار صادر من معالي وزير الإعلام في ذاك الوقت ووزير الدولة شؤون الشباب في شهر مايو 2018، وهو نادي الثاني الإشهار بعد نادي الكويت الرياضي للمعاقين. والهدف كان إن إحنا طبعاً
في مشاكل كثيرة صارت تواجه المعاقين. أولاً أن نادي الكويت الرياضي للمعاقين للأمانة يعني التطوير في البناء عنده وكل هالأمور مو قادر يستقبل كل المعاقين الموجودين بالدولة. هذه وبالتالي كان يعاني من أن يستطيع أن استقبالهم كلهم. فجت الفكرة أن إحنا نستقطب محافظة الجهرة والفروانية يكون نادي هناك ثاني يسحب هذا. تدري المنطقة بعيدة عن النادي المعاقين، المنطقة بعيدة، فتدري المناطق الجديدة هذه تحتاج إلى أن يكون لهم نادي قريب منهم. فكانت هذه الفكرة الأولى فيها. بالنسبة للمراحل السنية إحنا خلنا نقول نبدأ من 10 سنوات، ولكن رياضة المعاقين ما لها نهاية بالعمر. مهما كان بلغ الإنسان من العمر ما يمنع أن يمارس رياضة المعاقين طالما هو قادر على طاعة، بدام أنه قادر ما في أي مشكلة، ما في حد أعلى لممارسة الرياضة. شنو الرياضات اللي تقع تحت مظلة النادي؟ يعني شنو اللي تمارسونه داخل النادي من رياضات؟ طبعا رياضات المعاقين تتجاوز 20 رياضة، ولكن إحنا طبعا في الآن قلة وجود الرياضيين المعاقين لازم تركز على الألعاب الرياضية اللي ممكن تكون تمثيلها يكون أقوى ومتنوعة. يعني مثلا لما تقول السباحة ألعاب القوة، هذه لها فئات كثيرة يلعبون فيها ومجالك أنك تحصل على مراكز أولى تكون فيها. فمنها الريش الطائرة، السباحة، لعبة البوشي، هذه الثلاثة الآن اللي مركزين عليهم. هذا ما يمنع أن إحنا قاعدين نمارس بعض الرياضات الأخرى مثل تنس الطاولة، وعندنا إن شاء الله طموح بالأمام أن ندخل التنس الأرضي لفئة الولتشير. استوقفك بس، أنت قلت الريشة الطائرة والسباحة والبوشي. أي شنو هي البوشي؟ رياضة البوشي خاصة لإعاقة شلل الدماغ. هي تعتمد على الفوكس، التركيز، ان يكونون هناك اكثر من فريق يلعبون، كل فريق يحمل لون من الوان الكور، تكون هناك في دائره موجوده في النص، يحاولون الفريق اللي تكون كوره اكثر في بعد رميهم جميع كورهم داخل الدائره هذه. ذهنيه حركيه يعني؟ هي ذهنيه حركيه. طبعا الشلل الدماغي هي يعني هي قدره على تملك بالأعصاب السيطرة فيها. وعلى فكرة هذه رياضة المعاقين عطت أفق جديد للمجتمعات كاملة، بدأوا يدخلون فيها كبار السن عشان يجعل هناك عندهم تركيز فيها. وصارت اللعبة مو فقط لذوي الإعاقة الشلل الدماغي، حتى الأصحاء من اللي يكبرون بالسن يعطونهم هذه. وهذه اللعبة جدا رائعة ترى، حتى الإنسان العادي لما يلعبها يحتاج لها فترة عشان يتعود عليها. وهذه طبعا لنا ابطال عالميين على مستوى الكويت حصلوا فيها في بطولات. تحافظ على اللياقه الذهنيه بكل الاحوال. نعم. ما هي اليه العمل في النادي اللي خذيتوها من البدايه، او الاستراتيجيه اللي قاعد تمشون عليها في رياضه النهوض في رياضه المعاقين؟ احنا الامانه يعني وضعنا استراتيجيتنا اولا ان ندعي اللاعبين اللي قطعوا عن الرياضه بسبب بعد سكنهم كل هالأمور، بدينا نقول لهم تعالوا صار في نادي قريب يمكم، سهلتوا لهم العملية. أيوة، والأمانة هي العامة للشباب ما قصرت معنا. نعم. يعني خذينا جزء من مركز الجوال اللي موجود في منطقة الصليبية من أيام معالي الوزير الإعلام الحالي لما كان مدير عام هيئة الشباب، سهل لنا كل الأمور. نعم. جزاه الله خير. ويعني خذينا جزء منه، الآن قاعدين نحاول طور ناخذ بعض المنشآت الرياضية في المركز لتدريب اللاعبين علشان نستمر في الرياضات مثل السباحة، كون ان هناك في ملاعب حمام سباحة ما شاء الله على المستوى عالي، كذلك بعض الملاعب الخارجية. نعم. قاعد نسعى لها فان شاء الله في الفترة الجاية. بس هي للأمانة ترى مو من مسؤولية المسؤولين، هي سالفة جائحة كورونا أخرتنا وايد. يعني احنا يمكن شارنا 2019 على ما لقينا لنا يعني مقر مؤقت، دخلنا على جائحه كورونا، توقف العمل كله، توقفنا 7-8 اشهر. تاسيس في وقت صعب كان. ايوه فعلا. وبعدين يانا بشهر 9 2020 اشتغلنا، يانا بشهر 2 ايضا توقفنا، لكن بدت هناك بعض المحاولات. يعني تسكر علينا المركز، شيء اكيد كنا ندور على مركز عشان الاعداد حق بطوله الريشه في دبي واسبانيا. جزاهم الله خير اخواننا في نادي الكويت الرياضي المعاقين، اللي احيهم وعلى راسهم الاخ
شافي الهاجري رئيس مجلس إدارة فتح لنا الصالة عنده وخلانا نسوي ملعب، هذا اللي أنقذنا في المشاركات الخارجية. يعني هي كل الصعوبات لها رجالها، وأنتم أهل أصحاب الهمم وتدورون الصعوبات عشان والناس تستاذونها. والله اللي وقفت معنا يعني رجال فعلا يعني وقفوا معنا. كل رياضة لها نادي يدير عملية الرياضة هذه ويدير مسابقاتها ويدير حتى جوائزها ويدير أجندتها. اتحاد الريشة الطائرة شنو الدعم اللي قدمه للنادي أو شلون ذل الصعاب قدامكم؟ والله الواحد قد ما يقدر يعجز عن شكرهم للأمانة. اتحاد الكويتي الريشة يمكن حتى هو كاتحاد حديث ب 2019 تو أشهر كنادي الكويتي للريشة وكاتحاد بدأ معاكم يعني. للأمانة من أول ما بدينا نحاول نشارك في البطولات يعني بعد شهرنا تواصلنا مع رئيس الاتحاد السيد علي جابر المري اللي للأمانة ساعدنا في أول مشاركة في بطولة إيواس اللي أقيمت في دبي في عام 2019، وقف معنا ودعمنا بالاتحاد الدولي للريشة في بطولة أسبانيا بالذات. كلمته وقلت له أنا أبي يعني اللاعبين لقوا إن في قصور كثير فيهم كلاعبين كون إن ما عندنا مدرب يعني، فأنا محتاج مدربين. للأمانة زودنا في مدرب ومدربة، المدربة أماني ثابت هي حكمة أيضا، كنا محتاجين نعرف بعض القوانين معين الرياضة. الكابتن عبد الله السيد أيضا مدربه كان ممارس للعبة الريشة سابقا، فاستفادوا وصار في قب كبير بالفريق. يعني لو قالوا احنا شيء ما كنا نعرفه، كنا نتدرب بس مجرد ان الريشه مطع بالارض، لكن تعلمنا من هالقوانين. فاتحاد الريشه الامانه ما قصر معنا، والان في عندنا ان شاء الله مستقبلا بروتوكول تعاون بين نادي وربه ونادي الكويتي للريشه، راح نسوي ورش عمل، والان قاعد يعد ورشه عمل راح نشارك فيها باذن الله ان شاء الله. وفي بطولات ان شاء الله راح نخليها مفتوحه لذوي الاعاقه وكذلك للاصحاب. رياضه الريشه الطائره من الرياضات الصعبه اللي تحتاج حركه سريعه وتحتاج المحافظه ان الريشه ما تنزل بالارض. شلون تقيم المشاركات الخارجيه، تقييمك لها او تقييم الانجازات؟ هل مبكر على هذا الكلام ام لازلتوا يعني تكسبون الخبره؟ والله الامانه وايد ناس قالوا انتم وايد استعجلتوا ورحتوا مشاركات خارجيه. قلت انا لو كان في عندي هني انديه تمارس اللعبه اخلي الاحتكاك داخلي وبعدين نطلع، لكن للاسف ما عندي، انا النادي الوحيد اللي مارس هذه الرياضه بالمعاقين. فبالتالي بدأنا يعني الآن من بطولة فزاع الأخيرة اللي أقيمت في شهر مارس الماضي، إن نخلي اللاعبين يشوفون اللاعبين شلون يلعبون، شلون أنا أقدر أوصل مرحلة اللياقة البدنية، المرونة في الجسم، شيء يعني هم كلهم شافوها وتفاجأوا فيها. فمشاركتنا في دبي كانت لها نتيجتين. النتيجة الأولى الاتحاد الأسيوي والاتحاد الدولي شافنا ان احنا راغبين بالرياضه، اول شيء سووه دعم نادي وربه، تم تسليمنا كرسي متحرك خاص للرياضه هذه، قالوا هذا منا لكم كنادي تستعملونه علشان تعرفون شلون تضبطون رياضتكم. هذه اول شغله. الشغله الثانيه بعد ما انتهت البطوله قال ترى راح تجيكم رساله توجيه دعوه للمشاركه بطوله اسبانيا، الابطال العالميين اللي ما شاركوا بدبي راح يشاركون في اسبانيا. ففعلا رحنا هناك وشفنا اللاعبين، بس رحنا لهم ترى بوي ثاني بشكل ثاني. حتى هم اللاعبين اللي كان لعبنا معهم مره ثانيه في اسبانيا قال لا فرق كبير، بين عليهم الفرق. خلال 3 أسابيع صار في تغيير بالفريق، اداء اللاعبين تغير، كل هالامور. قالوا بعد تخيلوا لو نقعد بعد سنه او 6 أشهر شنو راح تشوفون التعديل. اللاعبين وايد متحمسين للرياضه، وانا اتوقع ان النتائج ان شاء الله راح تكون افضل. أهمية المنسق الإعلامي أو المتحدث الرسمي باسم النادي، عندكم قسم خاص للإعلام يقوم بهذه العملية أو يكون هو الناطق الرسمي باسم النادي؟ والله إحنا أول مجلس إدارة تأسس في النادي وضعنا العلاقات العامة والإعلام لجنة، لكن للأمانة ما مدانا. يعني إحنا من صار في 2018 ولقينا المقر
وبعدين يينا صارت أمور حاولنا يعني واحد من الأخوان أعضاء مجلس الإدارة يمسك قطاع الإعلامي وخلينا مواقع تواصل بيننا والناس. بعد ما جت الجائحة أخرتنا وايد. إحنا الآن عندنا سياسة جديدة إن شاء الله ما راح نتوقف بالفترة القادمة، راح يكون هناك في إعلاميين يكونون بالنادي معينين خاصا للنادي يقومون بنشر رياضة المعاقين في الدرجة الأولى. الشغلة الثانية إحنا سوينا اجتهاد من عندنا، سوينا بروشورات وزعناها في الجمعيات التعاونية في المناطق اللي حوالينا، حطينا بنر عند أو رول أب عند مدخل كل جمعية تعاونية تغطينا، وأنا أشكر الجمعيات التعاونية الأمانة اللي دعمتنا في هذا الأمر وقالوا إحنا وياكم وأي شيء تحتاجونه إحنا معاكم. هذه كانت نوع من العملية، وأعتقد إن إحنا تواصلنا من حتى وإحنا بأسبانيا لما دزينا الواتسابات الفيديوهات كل هذه لقينا هناك في ردة فعل من الإعلام، سواء كان من إذاعة دولة الكويت لما تواصلوا معنا وإحنا بأسبانيا. نعم. الآن تلفزيون الكويت جزاهم الله خير، الصحف اللي بدأت تتصل فينا، إن شاء الله الأداء الإعلامي القادم راح يكون أقوى وأقوى إن شاء الله. في طور رؤيتكم المستقبلية لتطوير اللعبة، شنو الرسالة اللي تقدمها لأولياء الأمور أو لمن يرغب في الانضمام لنادي وربة للمعاقين؟ أنا والله ناشد أولياء الأمور للأمانة، أبنائكم هم أمانة لابد أنهم يحتكون في الرياضة. الرياضة ترى مجال وايد كبير ينمي العضلات في أجسامهم، إذا الله يعني أعطى أن يكون معاق في جهة معينة من جسمه أو جزء من جسمه، الرياضة ترى تلعب دور أن تغطي هذا العيب اللي موجود في الجسم، فممكن يكون هناك يعني يا معاقين فقدوا انهم يتحركون يمشون او شيء، لكن الجسم من فوق كان رياضي وقوي وهذا راح يساعده بالحياه. أكيد. فانا ناشد اولياء الامور، ناشد حتى مدراء المدارس الخاصه بذوي الاعاقه انه يشجعون ابنائهم للالتحاق بالانديه الرياضيه، مو شرط بس نادي وربة، عندنا نادي المعاقين ايضا في 4 انديه اخرى لذوي الاعاقه منتشرين في دوله الكويت، فاتحين أبوابهم لاستقبال الرياضيين، فالآن فرصة صارت أكبر، بدل ما كان نادي واحد ويمكن يعجز ولي الأمر إنه يوصله، الآن تقريباً الأندية قريبة من جميع المناطق. تبارك الرحمن. الأستاذ جمال المشعل رئيس مجلس إدارة نادي وربة للمعاقين، نتمنى لك التوفيق، شكراً لحضورك ووجودك معنا اليوم، وبانتظار التتويج والإنجازات مستقبلا إن شاء الله، المستقبل القريب مو بعيد إن شاء الله. إن شاء الله، وأنا شاكركم على هالمقابلة، وأتمنى إن شاء الله أن يكون هناك مقابلات أخرى مع اللاعبين وأعضاء الأندية عشان نعكس الرؤية اللي موجودة لنا لدى جميع المشاهدين. شكرا أستاذ. شكرا. انتهت فقرة سبوت في بداية برنامج A to Z، ننتقل إلى فقرة دسمة شوي، فقرة ما بعد النشر للحديث عن العميد اللي ينتظر الحسم أمام الفيصلي مع زميلي خالد العتيبي. وياك أبو معاذ. شكرا يا زميلي، أشكرك وأشكر أيضا ضيفك العزيز سيد جمال مشعل رئيس نادي وربة الرياضي للمعاقين، نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في مسيرتهم في هذا النادي والارتقاء أكيد في رياضة المعاقين هم وزملائهم ايضا في الانديه الرياضيه للمعاقين. واكيد يمكن قبل لا نبدا في فقره ما بعد النشر نتقدم بالتعازي لزميلنا واخينا وصديقنا من اسره برنامج A to Z الى الزميل محمد ابو قريس بسبب وفاه عمته، نسال الله لها الرحمه والمغفره، ونقول عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم، واكيد نطلب الله سبحانه وتعالى لها الرحمه والمغفره وان يلهمكم الصبر والسلوان. نتحدث عن فيما بعد النشر اليوم عن نادي الكويت واللي يبحث غدا عن الفوز امام الفيصلي الاردني في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي. مواجهة صعبة تنتظر العميد، لكن تعودنا من رجال الأبيض على تحدي الصعاب وقهر الظروف. هذا هو موضوعنا اليوم في فقرة ما بعد النشر مع ضيوفنا، لكن بعد هذا التقرير. تنتظر نادي الكويت مواجهة حاسمة غدا الخميس أمام الفيصلي الأردني ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي المقامة على استاد عمان الدولي. وتعادل الكويت في افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة مع نادي تشرين السوري ب3 أهداف لكل منهما،
ونجح في تحقيق فوزا غاليا في الجولة الثانية على نادي الأمعري الفلسطيني بأربعة أهداف لهدف، على الرغم من تأخره بالنتيجة بعد تألق مهاجمه التونسي أحمد العكايشي الذي سجل هدفين من الأهداف الأربعة، ليرفع من خلال هذا الفوز رصيده إلى 4 نقاط. ويبحث الأبيض عن الفوز دون سواه في مواجهة صعبة أمام صاحب الأرض الفيصلي في آخر مباريات الجولة لضمان تصدر المجموعة الثالثة والتأهل بشكل مباشر إلى الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا، وعدم الدخول في حسبة المنافسة على بطاقة التأهل لأفضل ثاني على مستوى المجموعات الثلاث. وستكون المواجهة صعبة من دون شك على لاعبي الكويت نظراً لقوة المنافس من جهة، وتواجد المدرب السوري حسام السيد على رأس الجهاز الفني للفريق الأردني من جهة أخرى، وهو المدرب الذي سبق له العمل مع نادي الكويت قبل 3 مواسم ويعرف مكامن القوة والضعف عند فريقه السابق. كل صعب بإذن الله راح يصير هين، دامك أخلصت وتعاونت وتفانيت. أنا طعمت لأنه ولهت على جمعة الأهل وأبي أحافظ على أسرتي. هذه خذها قاعدة عن شعب الكويت، كل صعب بإذن الله راح يصير هين. خذيت اللقاح خوفاً على أسرتي وخدمة الوطني. دايم الكويتي بالشدة يبين، هذه خذها قاعدة عن شعب الكويت. ليش أخذت اللقاح؟ لأن بنرد نمارس حياتنا الطبيعية ونخطط حق البطولات. اللي على الأرواح خايف غيره وغيره من اللي ضحى واثبات، احنا أفضل شعب. ليش خذيت اللقاح؟ لأنها وقاية صحية وفزعة وطنية. هذه خذها قاعدة يا روحي حياكم الله في فقرة ما بعد النشر. ومثل ما ذكرنا لكم نتحدث عن مشاركة الكويت في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي. طبعا الكويت من خلال المجموعة الثالثة لعب مباراتين، جمعت المباراة الأولى أمام فريق نادي تشرين السوري وانتهت بالتعادل 3-3، والمباراة الثانية أمام فريق شباب الأمعري الفلسطيني وفاز الكويت بأربعة أهداف مقابل هدف، وهو في المركز الثاني في هذه المجموعة اللي يتصدرها الفيصلي الأردني ب6 نقاط. والمواجهة المقبلة هي أمام الفيصلي، ولا طريقة إلا للفوز حتى يضمن التأهل كأول المجموعة. لكن إذا كان هناك في أي حالة في حالة تعادل أو لا قدر الله خسارة، قد يكون في المركز الثاني ويدخل في حسبة أخرى ستكون أكيد حسبة مع جميع المجموعات الثلاث، على اعتبار أن كل مجموعة يتأهل الأول وتكون بطاقة واحدة لأفضل ثاني من خلال 3 مجموعات. لذلك سنسلط الضوء أكيد على بطولة كأس الاتحاد الأسيوي مع ضيوفي داخل الاستديو. في بداية نرحب باللاعب الدولي ولاعب نادي الكويت السابق كابتن علي زيد، حياك الله وسعيدين بتواجدك معنا في هذه الحلقة. الله يحييك أخوي خالد ومشكور على الاستضافة، وحيي أخوي سلطان أبو علي من زمان ما التقينا فيه، وإن شاء الله تكون حلقة مثرية إن شاء الله. بإذن الله أكيد تواجدكم إن شاء الله تكون مثرية، وأكيد زميلي ورئيس القسم الرياضي في جريدة السياسة والناقد الرياضي زميل سطام سلي، حياك الله أبو علي وسعيدين بتواجدك معنا في هذا البرنامج. شكرا سعد، حياك الله أبو علي، رحب فيك ورحب أستاذ علي. تناقشنا وياه شوي تحليل قبل الاستديو، سعيد بتواجد وياكم اليوم، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله لكم التوفيق، وأكيد راح تثرونا ومن خلال معلوماتكم، من خلال يعني معرفتكم أكيد بالبطولة وبنادي الكويت تحديدا، نتحدث عن أكيد فرص تأهل الكويت. لكن خلني أبدأ كابتن علي زيد، أبدأ معك، يعني نادي الكويت رغم الصعوبات اللي احنا شفناها على الأقل خلينا نقول هالموسم هذا، النتائج اللي ما كانت مرضية لإدارته والجهاز الفني والإداري والجمهور أكيد، لكن رغم هذه
الظروف وظروف بعض يعني الإصابات وطبعا محترفين، لكن بالنهاية الكويت هو في المركز الثاني، تعادل المباراة الأولى أمام تشرين 3-3، المباراة الثانية فاز على شباب الأمعري بأربعة أهداف مقابل هدف. إيه نعم أخوي خالد، شوف إحنا طبعا فريق نادي الكويت مثل ما تفضلت أنت هذه السنة تعرض إلى يعني مستويات متفاوتة، مستويات يعني ما كانت ترضي طموحنا إحنا كجماهير وكمتابعين لفريق نادي الكويت. طبعا لها كانت عدة أسباب، منها عدم الاستقرار الفني للفريق صراحة، يعني تعرضنا إلى تغيير لثلاث مدربين تقريبا من بداية الموسم إلى ما وصلنا إلى البطولة هذه. طبعا هذه كلها تأثر على مستوى الفريق، تأثر على عقلية اللاعب، يعني صراحة يكون مشتت مو عارف على أي يعني تكتيك يلعب عليه، هذه كلها أمور يعني أثرت على، وهذا شيء ضروري ومهم لأي فريق أنه يكون فيه استقرار فني ويكون موجود ويكون يعني ماسك الفريق من بداية استعداده لأي بطولة يبي يروح لها. فطبعا احنا طبعا نادي الكويت مثل ما قلت لك فريق بطل، فريق نملك من اللاعبين صراحه، يعني يملك شخصيه ايضا، يملك شخصيه من خلال المباريات وهذه يعني انا اذا بتكلم عن البطوله هذه، احنا البطوله هذه لله الحمد، الحمد لله رب العالمين، يعني شاركنا فيها كذا مره وحققنا فيها يعني الكاس اعتقد ثلاث مرات، فاحنا يعني البطوله هذه ما هي غريبه علينا. مثل ما قلت لك احنا نحتاج الى استقرار فني، اللاعبين مثل ما قلت لك موجودين، فريقنا يحتاج الى انه يكون عنده نوعا ما منظومه في الملعب يقدر يلعب عليها، يقدر يلعب يعني مثل ما تقول تكتيك معين. احنا لحد الان صراحه يعني احنا ضعنا واللاعبين هم ضاعوا، يعني ما احنا عارفين احنا على اي تكتيك نلعب، هل احنا نبي نلعب الكره الاوروبيه او نلعب الكره مثلا الانجليزيه او نلعب الكره البرازيليه او نلعب الكره الشامله، جاتنا عده مدارس احنا ضعنا واللاعبين ضاعوا. ولكن انا اقول لك اياها، هذه الاخطاء اللي مرينا فيها هذه السنه ان شاء الله الاداره قادره على انها تتجاوز هالامور هذه، ومن الان انا اتوقع ان الاداره قاعدين يبحثون عن استقرار فني، يحاولون انهم يجلبون لهم مدرب اجنبي، قاعد يحاولون ان تغيير المحترفين، هذا راح نتكلم فيها يعني ان شاء الله الموسم المقبل ان شاء الله راح يكون الفريق مغاير ان شاء الله. زميلنا سطام سهلي ابو علي، يعني ايضا من الاشياء اللي لاحظناها في البطوله وهي تعتبر يعني ايضا من الظروف اللي يعني ما ادري ايش اسميها، لكن الفريق الوحيد اللي يلعب الساعه 4 العصر فريق نادي الكويت، يعني من خلال المباريات المجموعه لعب مع تشرين الساعة الرابعة عصرا، لعب مع شباب العمري الساعة الرابعة عصرا، مع الفيصلي أيضا المفروض من صالح يعني مو ضدك، ما أدري أنا هل هي لا. شوف بالعكس، أول شيء طبعا أتمنى نادي الكويت التوفيق، خلنا بس ناخذ نقطة نقطة قبل ما أدخل على التوقيت. أول شيء سالفة التوقيت أعتقد من صالح نادي الكويت، يعني أنت جاي من جوهر، جو الأردن أحسن من جو الكويت، يعني التوقيت ما لها تأثير، ما لها تأثير، المفروض أن يكون تأثيرها إيجابي نادي الكويت أكثر من سلبي، إذا بتكلم طبعا فنيا أو عامل بدني او عامل مجهود البدني بذلون اللاعبين في المباراه، لان انت افضل تلعب افضل 4 العصر توقيت اعتقد ان اجواء الاردن درجه حراره تكون 32 30 افضل من اجواء الكويت 39 38، طبعا هذا مش مقياس في عالم كره القدم حاليا الحين، لكن اليوم نتكلم عن نادي الكويت. اولا نادي الكويت اذا تتكلم اذا رد في مستوى الفني الطبيعي فهو انا اقول تصنيف افضل من الفرق القويه. نادي الكويت يعني كاس الاتحاد السوي كان ياخذها بالراحه، يعني اذا ما يوصل النهائي ياخذ البطوله. نادي الكويت يمتلك محترفين جيدين ما ظهروا هذا الموسم، انت في نهايه موسم صعب ان يجي نهايه موسم اقول انا ابحث عن مستوى فني في هذا الموسم، اليوم انا ابحث عن فوز. نادي الكويت لعب مباراه سيئه وتعادل امام تشرين، فاز على الفريق الفلسطيني قدام الفيصل الاردني، الفيصل الاردني لو نلاحظ اليوم تصريح حسام السيد مدرب الفيصل الاردني قال احنا رايحين المباراه فوز، ما راح اغامر العب التعادل، وهذا الواقع. انت قدامك مباراه مصريه بكره، يا تفوز تستمر يا تخسر او التعادل، تدش بحسابات افضل ثاني حسابات اي وافضل ثاني حساباتها شوي صعبه، ممكن نادي الكويت اذا تعادل يعني يكون حساباته، لكن اذا خسر بتكون ايضا عليه صعبه في الحسابات، لان المجموعات الثانيه في فريق ممكن يوصل 5 نقاط، انت اذا ما تعادلت ما راح توصل 5 نقاط، لذلك راح تغادر. لذلك اليوم اعتقد يعني وجود لاعبين محترفين نادي الكويت كلهم خبره، كلهم نعرفهم كل اسماء يعني وخايضين دوري، لاعبين هذا الموسم اقل لاعب لعب 30 مباراه دوليه، لا تجي تقول لي نهايه الموسم عطني مستوى، عندك مباراه يفوز فيها اليوم انت فوز بصلح مستقبلا، غير محترفين مستقبلا، عندي مباراه
اذا ما فزت انا اطلع، يعني مباراه يا اون يا اوت. لذلك اعتقد اليوم مطالبين لاعبي نادي الكويت ان يلعبون مستواهم، هذا اول نقطه. مطالب الجهاز الفني انه يلعب لاجل الفوز فقط لا غير، يعني لا تفكر بشيء ثاني. مطالب الجهاز الاداري ان اللاعبين يكونون في ظروفهم. يعني لا تقول اليوم انا نهايه موسم ببحث عن مستوى فني اقيم، خلاص اليوم مباراه بكره 4 العصر المفروض انها تكون افضل للاعبين، مش ايجابيا يعني عليهم. انا العب 4 العصر في جو مناسب، درجه حراره معتدله، ما وصلنا درجه حراره 50 و 40 عشان اقول لك تاثر، لا درجه حراره زينه. لذلك هذه كل هذه الظروف اليوم المفروض ان نادي الكويت يكيفها لصالحه مش عليه. يعني ترى ان 4 الساعه 4 افضل من السابعه، افضل من السابعه، افضل من المساء. نعم. خاصة لنادي الكويت، وانك بتلعب مع نادي، ليش؟ لانك انت جاي اقل درجة حرارة تكون هناك الجو مناسب لك، اكثر لك في المجهود البدني، تلعب العصر افضل انك ما تلعب، يعني ها كلها الخبرة. بس انا بقول لك شيء، 4 العصر 6 المغرب 5 المغرب ما تفرق، مو هذاك الفرقية اللي بتأثر عليك بدنيا، لان الاجواء مو حارة ولا الاجواء باردة تقول حيل. ولا الاجواء تقول مثلا ملعب مرتفع، الاجواء عادية، هذا مو عذر، عذر اليوم فوز. لا تقنعني بأي شيء ثاني. أنا إذا ما فزت أنا برا البطولة، بتقولي 4 العصر 2 لا ربع، هذا الأمر ما أعتقد اليوم في مفهوم كرة القدم. نعم. أن يكون موجود لعب 4 العصر 4 العصر، بالعكس هذا بالعكس. تقولي نادي الكويت يمكن من خلال صياغ السؤال لعب 4 العصر 4 العصر 4 العصر، بالعكس ممتاز. أنظم تغذية مال اللاعبين، أنظم المجهود البدني مال اللاعبين، أنظم جلسات اللي هو الاسترخاء والبعد المباريات. نعم. جدول التدريب اكون محظوظ ان لعبت نفس التوقيت، يعني ممكن الاخوان المدربين يعرفون هذا اكثر منا، لكن اللي سمعنا منهم اذا كان التوقيت في توقيت واحد. نعم. افضل الجهاز الفني والاداري تعود على هالاجواء. اي. نعم. وانت ترسم جدولك في البطوله صحيح، كل توقيتك يكون واحد، ما العب الساعه 7 اغير تدريب الصبح الساعه 9 اتغدى الساعه 2 اعطي وجبه قبل غدا، صحيح بالعكس يكون سيستمي واحد. انا هذا اللي اعرفه من خبرتي. انت تراها انت تراها ايجابيه من باب خبره. نعم. بسيطه. نعم. لكن يمكن الاخوان الفنيين لهم راي. نعم. اخر. نعم اكيد انت يعني تراها من جانبك انها يعني ايجابيه وامر مفيد انه في نفس التوقيت، لكن ذكرت كلمه ابو علي ان الكويت يعني كان يدخل هذه البطوله ويعني يقدر ياخذها، واخذها 3 مرات في السابق، لكن احنا خلنا نروح للفترات الاخيره. يعني في 2020 ما استكملت البطوله لاسباب طبعا جائحه كورونا الله يشافي ويبعدنا عن هذا الوباء. ايضا 2019 الكويت دخل في حسابات المركز الثاني وخرج من البطوله من دور المجموعات. شوف انا اتوقع ان لاعبين نادي الكويت باكر المباراه عندهم. نعم. طبعا هذه مصيريه، عارفين ان هذه المباراه تعتبر مباراه كؤوس. نعم. يعني ما فيها يعني حسبه اني انا اوكي، ولو انه مثل ما تفضل اخوي ابو علي انه حسبه التعادل ولا بس، ولكن راح ندش في معمعة وراح ندش في فالفوز امور. فالفوز يبعدك عن كل شيء، يبعدنا عن كل شيء. وانا مثل ما قلت لك انا عندي الامكانيات وعندي القدره كافراد. نعم. ان اتغلب على الفريق الاردني بكل سهوله، لان فريقنا يملك من لاعبين المحليين الدوليين ويملك من المحترفين. انا اتوقع ان باكر ان شاء الله الفريق عازم على الفوز، ما قاعد يفكر في التعادل عسى لا ندش في الحسابات الاخرى. فيعني مثل ما قلت لك نحتاج بس ان يكون في عندنا منظومه للفريق داخل الملعب. عندنا بعض الاخطاء الفرديه يجب على الجهاز الفني ان يتداركها، امور بسيطه، ولكن احنا الحمد لله رب العالمين عندنا القدرة الهجومية، عندنا من الإمكانيات وعندنا من اللاعبين المميز وعندنا دكة. نعم. نقدر نغير فيها من مجريات المباراة مثل ما صارت في المباراة الأخيرة، والتغيير اللي صار بالربع ساعة الأخيرة غير من مجرى المباراة. فعندك أنت إمكانيات وعندك لاعبين، نتمنى إن شاء الله أنه بكرة اللاعبين يحطون همهم أنه هو 3 نقاط أو الفوز، يعني فهذا هو مفتاح يعني وصولنا. نعم. وتكملتنا للبطوله ان شاء الله. اكيد هو الفوز هو يعني المطلب حتى يبتعد الكويت عن جميع. نعم. الحسابات الاخرى في المركز الثاني. لكن علي شلون شفت مباراه زميل السطام سهل، مباراه تشرين اللي تعادل فيها الكويت 3-3؟ والله شوف حتى الجدول خدم نادي الكويت. نعم. يمكن جدول كم مباريات. نعم حتى الجدول خدم نادي الكويت، انت تلعب مع الفريق الفلسطيني والسوري، والفيصل اللي هو من قبل القرعه هو اللي بيكون منافسك على التأهل يلعب مع الفريق الفلسطيني، وتجي تواجهه يا آخر مباراة يا أنا يا أنت، هاي تخدمك أفضل ما تدش بحسابات.
مسبقه. نعم. لذلك اليوم وصل نادي الكويت وصل فيصلي، يمكن فيصلي يكون له افضليه تعادل فوز، لكن الكويت نعم. افضليه الفوز، لكن انت عارف كتابك وين رايح، عارف وجهتك وين رايح، تبي تفوز في هذه المباراه. اليوم انا اقول لك مشكله فنيه نادي الكويت، وانا بتكلم شوي من وجهه نظر نعم. اعلاميه يعني فقط، يعني اترك شوي عاد ناقد. التركيز في الملعب، الاستحواذ على الكره، نعم. المبادره، هاي الثلاث جهات. يعني انت لا تقول لي تجي تقول اليوم مثلا لاعب مثل فيصل زايد ولا لاعبين محترفين ولا يحتاج انك تمرن تكنيك في نهايه الموسم. نعم. يحتاج انك تكون مركز المباراه، كنا مستعد نفسيا للمباراه، نحتاج ان احنا نستحوذ على الكره. نادي الكويت اذا استحوذ على الكره بيهدى الفريق اللي قدامه، بس اذا ما استحوذ على الكره عكس يكون. احنا لعبنا معاهم اعتقد في دوري الملحق في ابطال اسيا مع الكويت مع الفيصلي الاردني اعتقد. الفيصلي ترى دائما لازم تاخذ قاعده، نعم. هو الفريق اللي دائما يكون شرس لك في مواجهات خصوصا على ارضه يعني. اي وخاصه نعم. مدربه يعني مدرب عنده مدرب مميز لمانا حسام السيد، عارف امكانيات لاعبين صحيح ولاعبين الدوليين. وعارف امكانيات الكويت. وعارف ناخذ الكويت، لذلك انا اقول لك مباراه مكشوفه، انا نعم. اقول لك نادي الكويت اذا في مستواه مركز صعب انه يخسر في هذه المباراه. نعم. طبعا كابتن علي زيد، يعني المستوى اللي ظهر فيه الكويت يعني في المباراتين خلانا نشوف ان اللي كنا نطالب فيه يعني طيله الموسم خصوصا بالدوري، ويعني اظهار شخصيه الفريق واظهار الامكانيات المميزه اللي يمتلكها الفريق، لكن بالدوري هو ما ظهر بهذه الصوره، يعني كانت الصوره سلبيه يعني على فريق نادي الكويت من خلال ادائه. صحيح. شوف انا بس برجع على كلمه اخوي سطام بخصوص ان بكره الفريق نادي الكويت يحتاج الى استحواذ. احنا يعني شفنا بالمباراه السابقه استحواذنا تقريبا يعني من الدقيقه الاولى للدقيقه تقريبا 75 او 73 لما سجلنا هدف، نعم. كان في استحواذ، ولكن الاستحواذ كان سلبي. سلبي. انا مثل ما قلت لك احنا عندنا بعض الشغلات او الاخطاء اللي يحتاجها كل فريق. يعني عندنا احنا سالفه مثلا الضغط على حامل الكره، ما عندنا نوعا ما بطء في اعداد الهجمه، يعني عرفت شلون. عندنا امكانيات فرديه، عندنا لاعبين يعني يملكون من الخبره ويملكون من المهاره، عرفت شلون. ولكن اذا ما توظفت هذه الامور كلها، عرفت شلون، اللي هو المهارات الفرديه زائد اللعب كمنظومه والفريق نعم. كله مع بعض، هذه طبعا راح يصير فيها خلل بالفريق. يعني شوف انا اتوقع ان فريق نادي الكويت خلال هاللعبتين هذه تولدت عندهم فكره ان 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 احنا عندنا امكانيه، ولكن هم يملكون الامكانيه اساسا، عندنا امكانيه ولكن الجهاز الفني عليه انه يكتشف الاخطاء اللي 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 اللي, اللي صارت في اللعبتين، والاخطاء اللي صارت مثل ما السابقه في الدوري. نعم. صراحه انا مثل ما قلت لك في الدوري الفريق كان مره فوق ومره تحت، ما كان عندنا استقرار مثل ما قلت لك، كل شهرين ثلاث صار عندنا مدرب، اللاعب تشتت، افكاره تشتتت. هذا اهم شيء حق اي فريق، ان اذا كان في استقرار فني طبعا اللاعبين راح يكونون على بينه، ان عارفين هم شنو على اي وضع يلعبون، المدرب شنو اللي يبي منهم. لكن اذا كل يوم كل بين 13-14 يصير في تغيير، انت ما انت عارف هل المدرب هذا شنو الطريقه نعم. اللي يبيها، او المدرب استقرار مطلب يعني. هذا اهم نعم. شيء الاستقرار. انا مثل ما قلت لك احنا كنادي الكويت يملكون جميع الامكانيات، امكانيات اداريه، امكانيات يعني فنيه، امكانيات ماليه، اللاعب يعني متوفرت له كل السبل، ولكن في شغله رئيسيه نعم. ان اللاعب يبي استقرار فني، هذا اهم شيء. انا يعني كلاعب اذا توفرت لي كل الظروف هذه ولكن ما عندي استقرار فني، ما اقدر صراحه ادي يعني. نعم. زميلي سطام سهلي، يمكن كابتن علي زيد ذكر ان الاستقرار الفني هو المطلب حتى يعود الكويت، انت من وجهه نظرك ايضا، وتعودنا احنا الكويت دائما ما يقبل الا ان يكون متواجد في منصه التتويج، يمكن هذا الموسم كأس ولي العهد وبطولة السوبر، لكن الدوري خسر الدوري بعد ما كان محافظ عليه في السنوات الأخيرة. شو المطلوب من فريق الكويت أو من إدارة الكويت حتى يعود فريق كرة القدم طبعا الوجود في منصات التتويج؟ بلا شك يعني طبعا أكيد جمهور الكويت وإدارة نادي الكويت مو راضين على مستوى الفريق هذا الموسم. نعم. يعني أكيد هذا أعتقد كان في تصريح حتى من عادل عقلة مدير فريق، كان في تصريح من مجلس إدارة، مو راضين حصول نادي الكويت على المركز الثالث بالدوري. اكيد انهم طموحهم دائما بيكون تحقيق الدوري، لكن الكل متفق ان نادي الكويت يمر في ظروف فنيه هابطه، نعم. مستوى ما يلعب مستوى، لا
لكن كل هذا اليوم يجب انك ما تسولف فيه او ان نادي الكويت يطوي الصفحه اللي دوري كاس او ايا كان يطويها. اليوم عندك اللي هو المباراه اللي بتلعب فيها باتر مع الفيصلي، اذا فزت بتستمر. يعني اذا بعد مباراه بكره تقدر تقيم، انا اقدر اغير محترفين، اقدر اغير لاعبين، اسوي معسكرات، اتجهز بدنيا، ويعني شنو يصير معي في المستقبل ما عندي مشكله. بس اليوم اللاعبين نفسهم نادي الكويت في لقاءاتهم طوال الموسم هم مقتنعين بمستواه. بس معقوله الى الان يعني ما قيم ال قيم اني انا مستوى نادي الكويت؟ اي نادي الكويت مستوى نازل فنيا نازل. بس انت حتى تقييم المحترفين، تقييم الجهاز الفني بشكل عام، في عدم رضا على المحترفين. نعم. والدليل نادي الكويت اعلن عدم تجديد بعض المحترفين، هم مجلس الاداره اعلن عدم تجديد المحترفين، واعلنوا وكل يوم يطلع لك اسم انه بيتم بتعاقد مع محترف او محترفين او مدرب الى اخره من هذه الاسماء. والدليل انه في عدم رضا على المستوى الفني. لكن اليوم نتكلم عن مباراه الغد، فريق خصم قدامك قوي الفيصلي. اليوم مطلوب الثقل اكثر، لا تقول لي على المدرب وعلى الاداره على ايا كان، الثقل اقرب على اللاعبين. المباراه هذه خلصها ترى، في عالم كره، يمكن علي اخبر مني في هذه الامور، في يجيك في عالم الكره يعني تطلب خلص المباراه هذه وبعدين يصير خير. خاصه كانت مباراه يعني نفس تقول نفس المستوى متقارب محليا، طبعا ما تكون بالمنتخبات، المنتخبات صعبه لكن بلدي. محتاجه يعني لذلك انا اليوم ناخذها بالمختصر المفيد. مش في وقت تقييم لأن الموسم انتهى. نادي الكويت بعد المباراة هذه صفت انطلق الموسم الجاي. اليوم هذه المباراة مطلوب من لاعبين نادي الكويت يخلصونها، تخلصها شوفون تفيه تفوز، بعد ما نفوز هذيك الساعة لكل حادث الحديث. وفي في في شغلة خالد، أنا أتوقع أن رب ضار نافع. اللي مر في نادي الكويت المستوى هذه السنة واللي شفناه الآن في البطولة والزج في 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 اللاعبين المحليين الناشئين، هذا طبعا احنا شيء نفخر فيه يعني ونتمناه. نعم. في نادي الكويت انه يعتمدون على اللاعب، لا نفكر احنا بس بالمحترفين. ما ممكن احنا اوكي عندنا القدره الماليه ان نجيب لنا واحد واثنين وثلاثه واربع محترفين وخمسه، ولكن يمكن ما نتوفق وياهم، وهذا واضح من خلال تبديلات كثيره صراحه المحترفين. وهذا اللي وهذا اللي صار. ولكن انا اذا كان اعتمادي على لاعبين النادي وعلى اللاعبين اللي في المراحل السنيه واني احط عيني عليهم واني احاول اني ازجهم مع الفريق الاول، هذا اللي صالح اللاعب واللي صالح النادي. صراحه انا اقول لك اياها، عندنا من اللاعبين صراحه الجيدين اللي يحتاجون الى انهم ياخذون فرصتهم مع الفريق، ونتمنى ان هذا يكون درس للاداره الفنيه لفريق نادي الكويت، انهم يعتمدون على اللاعبين ولا ينقصون من العرب الله. يعتمد على اللاعبين الناشئين مجموعه مميزه يعني قدرنا يجني ثمار سريعا. لازم تعطيهم ثقه اللاعبين ان انت كمجلس اداره او انت كجهاز فني انك انت تعتمد على ما تخلق فيهم فكره ان انا ابي بس محترفين وبس واللاعبين المحليين مثل تكمله عدد. لا، اللاعب المحلي لازم انه يكون مساند ويكون عمود للفريق وليس يعني مهمش ونزله مثل متى ما ابي يعني. ولكن اتمنى ان 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 هذا الموسم يكون درس لنادي الكويت، لان صراحه انا اقول لك اياها اللي مرينا فيه هذه السنه مراضين شيء غير طبيعي. لا طبعا مو طموحنا مثل ما قال اخوي سطام ان نادي الكويت فريق دائما متعود على البطولات. انا الموسم هذا صراحه اطلع منه يعني اوكي الحمد لله رب العالمين حققنا يعني بطولتين في هذا الموسم، ولكن كمستوى مو هذا اللي نطمح فيه ان شاء الله. اكيد الكل يعني بالنسبه لجماهير الكويت ما هي راضيه عن المستوى ولا هي، لكن قادرين انهم يعودون مره اخرى في نادي الكويت. لكن زميلنا سطام السهلي، تصفيات المنتخب المشتركه، تصفيات المشتركه المؤهله لكاس العالم، كاس اسيا في الصين، يعني الاسبوع المقبل ان شاء الله منتخبنا خلال المجموعات، اكيد دعوات الجميع لمنتخبنا بكل التوفيق. والله شوف نتمنى طبعا اول شيء يمكن الكل يعلم ان المجموعه راح تستضيفها الكويت عندنا، وهذا امر يعني ممكن نقول ان شاء الله ايجابي لنا خاصه بوجود الجدول يعني ايضا من صالح منتخبنا. منتخبنا الحين حاليا في معسكر في دبي، يعني اعتقد حتى الملامح بينت، لكن المجموعه صعبه، وجود منتخب الاسترالي ومنتخب الاردني. اعتقد المباراه اللي بيننا وبين المنتخب الاردني بتكون فاصله بيننا وبينهم، لانه يتاهل لأن وجود منتخب استرالي ب 12 نقطة وباقي الأربع مباريات صعب إنك تلحق عليه، لذلك القناعة إنك تركز على مباراة الأردن. وأعتقد إن الجهاز الفني والجهاز الإداري منتخب الكويت مركزين على مباراة الأردن. عطنا أخبار حصرية، عطنا والله شيء أول شيء طبعا لا شوف أول شيء يمكن الإخوان في الاتحاد بدأت طبعا الشغل في لجان. مباراة راح تقام على استاد جابر على فترتين يعني من 7 و10 بالليل،
الفتره. طبعا هذا الجدول بس يعتمد. نعم. الفرق راح تكون كلها في يعني نقول الفقاعه اللي موجوده ما راح يكون خروج. في يعني حديث انه ممكن يتم السماح بالنسبه للجماهير، لكن اعتقد الى الان ما في شيء رسمي، لكن اعتقد الاتحاد او الاخوان يعني طلبوا او انهم يتكلمون. نعم. طبعا الاخوان في اللجنه الثلاثيه يعني لهم كل الشكر، على راسهم معالي النائب الاول الشيخ حمد والاخوان القائمين ما بذكرهم. نعم. عشان ما نضيعهم، استثنى طبعا المنتخبات من دخول الكويت، في تجهيزات كبيره على بالنسبه استاذ جابر. طبعا في هذه الظروف ما تقدر تفتح كل شيء اوبن على قولتهم. نعم. لازم يكون في احترازات صحيه، وهذا الاتحاد دائما مصرين عليه، حتى الاتحاد الاسيوي ان يكون في احترازات. نعم. صحيه. بيكون ان شاء الله في طبعا نقل استديوهات كلها. طبعا هي بالنهايه اول شيء استضافتك المجموعه اعتقد يكون مكسب، واعتقد ان شاء الله. نعم. توفق، واعتقد اليوم منتخبنا امام فرصه تاريخيه يمكن ما حصلتنا من 15 سنه. صحيح. سبب بسيط بشكل سريع سريع، توليفه اللاعبين اللي عندنا وجودهم. نعم. عيد الرشيدي، مبارك الفنيني، شبيب الخالد، لاعبين شباب وجود لاعبين خبره، اعتقد اذا تاهلوا هذا. نعم. منتخبنا الجديد راح يتم طول فتره طويله. احنا اكيد نتمنى لمنتخبنا كل التوفيق، ونتمنى منتخبنا ان شاء الله يتاهل عبر هذه المجموعه. واحنا يمكن داهمنا الوقت وخلصنا في فقره ما بعد النشر. اشكر زميلنا الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في جريده سياسه سطام سهل، شكرا لك ابو علي. مشكور يا طارق. شكرا لك، وايضا كل الشكر للكابتن علي الزيد، شكرا لك تواجدك وطرحك للاراء المميزه من خلال طبعا ناديك نادي الكويت. الله يحفظك. ان شاء الله مشكور، وان شاء الله نتمنى طبعا. نعم. الفوز حق نادي الكويت باكر، ونتمنى التوفيق حق منتخب. نعم. الكويت الوطني في المراحل القادمه ان شاء الله. اذا تمنياتنا للكويت غدا مواجهته امام الفيصلي، مواجهه مفصليه، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله، وان يتجاوز هذه المباراه ويتاهل للدور التالي من كاس الاتحاد الاسيوي. ايضا منتخبنا، دعواتكم لمنتخبنا ان شاء الله انه يتاهل عبر مجموعته الى طبعا كاس اسيا، وايضا الى التصفيات الاخيره المؤهله الى كاس العالم في قطر 2022. وصلنا لختام فقره ما بعد النشر، ننتقل اكيد بعد قليل التايم لاين، لكن قبلها فقره نواعم الرياضة، واللي طبعا أصبحت الرياضة النسائية الكويتية تسير بخطوات ثابتة نحو العديد من ميادين المنافسة، حيث تمكنت من خلالها بعض البطلات الكويتيات من خوض غمار المنافسة المحلية والعالمية. لاعبة المنتخب الكويتي ونادي سلوى الرياضي لكرة اليد تحدثت حول هذا الموضوع مع الزميلة ريم التيتون في فقرة نواعم الرياضة. على الرغم من عدم تسليط الضوء بشكل كافي على رياضة المرأة، إلا أن الإنجازات ما زالت مستمرة من قبل بطلات الكويت، راح نتعرف عليهم أكثر في فقرة نواعم الرياضة. أول مرة أنا كنت بلعب أصلاً كرة سلة، ما كنت راح ألعب كرة يد، زين؟ فكنت ألعب مدارس، فقلت سيت مني على أساس أن ألعب كرة سلة، وقلت أن بلعب كرة يد، أنا أصلاً كان من قبل يعني من لما كنت صغير كنت أبي ألعب كرة يد، بس ما كان في مجال. فأول تدريب دشيته كان تدريب كرة اليد، كانوا وايد مرحبين فيني وكانوا وايد حابيني وقتها، كانوا قاعد يعلموني على أساسيات اللعبة، زين كنت قاعد ألعب مع كبار ما كنت قاعد ألعب ويا صغار، فعشان كذا أنا حبيت اللعبة، حبيت أكمل فيها بدال السلة، أنا حسيت السلة راح تكون أصعب وايد. صراحة أنا مستعدة إني أكمل بهاللعبة، حتى لو إن حسيت إن فيها خشونة، وهي فعلًا فيها خشونة. تقريبًا صار فيني إصابتين، زين أول شيء شلخ بيدي هذا قبل سنتين، وقبل كم شهر كان فيني تمزق بالأربطة بريلي، فعشان كذا أنا يعني كنت قاعدة أحاول أصير زينة كثر ما أقدر، أروح الطبيب كل يوم بس عشان أكمل الألعاب. أفضل إنجازات حققتها إن لما كان عمري 17 دشيت منتخب، ما كنت أعرف ولا شيء. زين لأن كنت قاطع أصلاً سنتين قبلها عشان دراسة وكذي، فأول ما دشيت حسيت إن هذا إنجاز إنهم يختاروني كمنتخب إني أمثل الكويت بهذه الدورة. البطولة اللي صارت بآخر كم شهر اللي هو كان بشهر 1 وآخر شهر 12، زين هذه البطولة كانت يعني كنا تختبرنا، لأن أصلاً فريق جديد يعني مو نفس الفرق الثانية، مو يعني متعودين يلعبون يا بعض، مو متفاهمين كخطط كدائرة كباك وبلاي ميكر، فهذا كان شيء صعب بالنسبة لي إني أتحمل، يعني أنا أحد ما أعرف شلون يتفاهم وياي بالملعب، أنا قبل أوكي كنت أشوف أحد يتفاهم وياي بالملعب، بس الحين يعني ما قمت أشوف أحد يتفاهم وياي بالملعب، بس كان كابتن صبور عندنا
كان متحملنا، كان يعلمنا حتى لو غلطنا كان يرد يعلمنا، وعلمنا على وايد اشياء يعني ولا عمري تعلمتها. دار نادي سلوى معاي انه هو احتضني من كان عمري 13 تقريبا، وهو كان يوفر لي كل احتياجاتي، كان في جوائز، كان يعطينا دافع مادي ونفسي، كانوا وايد يحبونا ويخلوننا نهتم بالكره، كان يوفرون لنا تدريبات خارجيه، تدريبات داخليه، معسكرات داخليه، معسكرات خارجيه، وكان يوفرون لنا مثلا فرق عشان نلعب وياهم. اشكر كابتن محمد عبد النبي واشكر الشيخة نعيمة، لان كابتن اول شيء هو اللي خلاني اتطور، خلاني يصير في انجازات انا قاعد اشوفها، يعني كل مره بين فتره وفتره يورينا انجازاتنا زين، واشكر الشيخة انها هي تدلعنا تعطينا كل شيء نبيه وبس. نستأنف معكم فقراتنا لحلقة اليوم مع أبرز ما شغل الجماهير الرياضية في مواقع التواصل الاجتماعي عبر فقرة تايم لاين. قبل عرض التغريدات خلوني أرحب بضيفي علي شراق حارس مرمى النادي العربي، مبروك لأصحاب الذهب. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، حبيت أرحب فيك أخوي مناف، الله يسلمك، السادة المشاهدين إن شاء الله تكون حلقة جميلة استفاد منها كل معلومات، إن شاء الله تكون حلوة. أبي وانتو بيني وبينك سريع عشان نخلص كل التغريدات، نشوف التحدي هذا نقدر نسويه ولا لا. إن شاء الله. نستهل تغريداتنا لهذا اليوم مع الحساب الرسمي لمان يونايتد في تويتر، برونو فرنانديز من الجيد، يقول من الجيد التواجد في النهائي لكن لتكون فريق رائع يجب أن تفوز في المباراة، كلام منطقي وكلام سليم وتصريح ذكي. مان يونايتد يواجه فياريال اليوم في نهائي الدوري الأوروبي، هل يمتلك فياريال أي حظوظ أمام مانشستر؟ فياريال يبي البطولة عشان يروح للتشامبيونز ليج. أول شيء مانشستر يونايتد هالموسم حقق المركز الثاني، فارق 12 نقطة عن نادي مانشستر سيتي، لازم يعوض في النهاية. هذا نادي فياريال نادي يمكن لم يحقق أي بطولة، لكن نادي شيرس، نادي يمتلك لاعبين، يمتلك مدرب ذو خبرة كبيرة في هذه البطولة، متعود يوصل نهائي، متعود على النهائيات وقادر أن يحقق النهاية. هذا مباراة إن شاء الله نستمتع فيها جميلة، تكون إن شاء الله من مانشستر من فياريال، فريقين مميزين يستحقوا النهائي، يوصل النهائي. إلى تغريدة أخرى في الدوري الأوروبي، إحصائية مميزة لأمري مدرب فياريال لتونا نسولف فيها أنا وعلي، يقول لك أمري الخبير في الدوري الأوروبي والحاصل على 3 ألقاب سابقة، هل ترى أن فياريال استفاد فعلا من خبرة أمري؟ طبعا أمري مدرب عقب ما طلع فريق السابق أرسنال، أمري مدرب مميز، سبق له تدريب باريس سان جيرمان وتحقيق الدوري الفرنسي، سبق له تدريب نادي أرسنال. هالموسم مع فياريال صحيح ما تأهل تشامبيونز ليج، لكن وصوله للنهاية هذا دليل أنه هو مدرب محنك، مدرب مميز استفاد منه بشكل مميز في فياريال، وصوله وتحقيق 3 بطولات مع نادي إشبيلية 3 مرات متتالية، هذا دليل أنه هو مدرب خبير في هذه البطولة، وصوله للنهاية اليوم شيء مميز حق فياريال وحق هذا المدرب. أكيد طبعاً، وهذا اللي جايبينه علشانه ونجح في هذه المهمة. تغريدة ثانية نروح عن عقوبات الاتحاد الأوروبي على أندية دوري السوبر عفزهم بنيتز، لويفا يبدأ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة قطبي إسبانيا. السؤال يقول هل تؤيد فرض عقوبات على ريال مدريد وبرشلونة بسبب تمسكهم بالدوري السوبر؟ بالنسبة لي أنا أشوف لازم يطبق العقوبة على الفريقين، صحيح فريقين كبار مهمين في البطولة، لكن أنت عدم اتباعك للتعليمات الاتحاد الأوروبي والفيفا، هذا الشيء لازم يطبق عقوبات عشان الأندية الثانية يكون لها رادع، إنه ما يوم من الأيام يجي لك نادي ثاني أو فريق ثاني أو شخص معين يطبق بطولة ثانية
لازم يطبق العقوبه على الفريق. لازم تكون الجهه اللي هي منظمه البطولات كره القدم لها هويتها، لها برستيجها، وبعدين العقوبات يمكن الناس اللي مو عارف يعرف ان فيها حرمان من المشاركه في الشامبيونز ليج والبطولات الاوروبيه ومن كاس العالم. هو صحيح المتضرر الكبير البطولات هذه اللاعبين ما راح يشارك ممكن كاس الشامبيونز ليج، ما راح يشارك الدوري الاوروبي، ما راح يشارك كاس العالم. هذا حلم كل لاعب. كل لاعب. ثاني شيء كره القدم للجميع، الفقراء والجميع الكل يقدر يمارس كرة قدم. في هذه البطولة فيها تحيز للفرق الكبيرة، الفرق أصحاب النفوذ أصحاب المال، وأتمنى أنه ما تحدث هذه البطولة. إلى ريال مدريد التغريدة عن النجم مودريتش، النجم العجوز المتألق لوكا مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2022، موسم آخر مع ريال مدريد. مودريتش سجلنا عمره 35 لكن ما شاء الله عطاء في الملعب بالثلاثينات. مودريتش يمكن لاعب من اول لحظاته في ريال مدريد قدم مستوى كبير. مودريتش حصل على افضل لاعب 2017 في كاس العالم للانديه، حصل على افضل لاعب في كاس العالم 2018 وصيف كاس العالم. مودريتش يستحق، ومودريتش اضافه لريال مدريد. وفي معلومه ان مودريتش دربه مدرب نادي عربي انتمي. صحيح، كان مساعد مدرب، كان مساعد مدرب في عام 2017 كان مع اللاعب مودريتش. مودريتش من اللاعبين اللي يمتعون المشاهد في لمسته في ادارته لوسط الملعب. نتمنى نشوفه ان انتقل من ريال مدريد نشوفه بنادي كبير اخر طالما هو قادر على العطاء. من ريال مدريد الى برشلونه الصفقات المحتمله اغويرو، ايريك غارسيا، كذلك بينالدوم من ليفربول، ومنبس ديباي من ليون في الطريق الى برشلونه. رايك بهالصفقات المحتمله لبرشلونه؟ صفقات جدا مميزه، لاعبين مهمين. نادي برشلونة الفترة الأخيرة كان يعاني من ناحية الهجومية، رأس الحربة عنده أغويرو، لاعب مميز، لاعب هداف بالفطرة، متفاهم مع ميسي بالمنتخب الأرجنتيني فترة طويلة. نوع حق غارسيا، غارسيا لاعب موهوب، لاعب عمره 20 عام، لم يأخذ فرصته بشكل كافي بس مانشستر سيتي، لكن مع برشلونة أتوقع هو راح يكون مشروع النادي. نوع حق بينالدوم، بينالدوم قائد في الوسط، قائد المنتخب الهولندي، لاعب يحتاج المدرب كومان من ضمن خططه هو وديباي، يعني هم من الادوات حق كومان ويحتاج اللاعبين هذا. هذا راح يعززون صفوف برشلونه في الموسم القادم بجانب ليونيل ميسي اللي قرر البقاء اخيرا في برشلونه. من اسبانيا نروح انجلترا، تكلم عن توتنهام الانجليزي فريق السبيرز. صحافي اسباني يلمح الى احتمال عوده بوتشينو الى توتنهام، من باريس الى توتنهام. هل من المتوقع ان يترك بوتشينو باريس سان جيرمان ويعود الى توتنهام، الفريق اللي اصلا هو بناه قبل قدوم مورينيو؟ بوتشينو هو اللي بنى فريق توتنهام، وصل وياه لوصيف نهايه تشامبيونز ليج. بوتشينو مدرب له فكر جميل، لكن اتوقع انه صعب عودته لتوتنهام لان عقده ساري الى 2023 مع نادي باريس سان جيرمان، واتوقع اكيد عنده هدف يحققه مع باريس سان جيرمان. حقق اول بطوله وياهم هذا العام كاس فرنسا، واتوقع صعب عودته. وخرج بصعوبه من الشامبيونز ليج ايضا امام خصم صعب. صحيح. نروح لفريقك المفضل المانشافت، المنتخب الالماني المرشح دائما فوق العاده لاي بطوله. الكشف عن هويه المدرب الجديد للمنتخب هانزي فليك، مدرب للمنتخب الالماني بعد نهائيات يورو. رايك بالتعاقد مع فليك وليش ما استلم المهمه لخوض منافسات بطوله اليورو؟ اول شيء فليك مدرب فتره اخيره قدم بصمه واضحه، لكن الناس ما تعلم عن فليك السابق. فليك استلم المهمه كمساعد مدرب المنتخب الالماني بعد كاس العالم اللي يقيم في المانيا 2006. فليك حقق كاس العالم كمساعد مدرب مع يوركين لوف ل 2014 هو بمهمه المنتخب. عنده خبره كافيه اتوقع. حقق كاس القارات كمساعد مدرب. فليك يستاهل هذه الفرصه. والاتحاد الالماني من عام 1900 تاسس، هو المدرب راح يكون رقم 11، يعني رقم يصدم صراحه، يعني الفتره هذه نعم طويله كبيره جدا. فليك هو رقم 11، يدل على استقرار الاتحاد الالماني. الى ليفربول وصفقه مميزه لتدعيم صفوف الفريق، ابراهيم كوناتي ينضم الى ليفربول بعد دفع الشرط الجزائي بقيمه 35 مليون يورو. رايك صفقه ليفربول وقيمتها؟ صفقه مهمه ليفربول، يمكن الكل شاف الموسم اللي طاف
عانى كثيرا ليفربول بعد إصابة فيرجيل فان دايك بعد إصابة جوميز. استعان المدرب كلوب في هندرسون في قلب الدفاع، لكن احتاج الفريق إلى صفقة قلب الدفاع هذه مهمة جدا لنادي ليفربول، راح تعطي قوة في الموسم القادم لنادي ليفربول. شكرا على إطراق حارس مرمى النادي العربي المتوج بالذهب هذا الموسم، إن شاء الله تسعون للمحافظة على هذا اللقب بالاستمرارية. شكرا على وجودك، استمتعت وياك بالحديث وفزنا بالتحدي. حبيبي فزنا بالتحدي وخلصنا التغريدات. باكر إن شاء الله. شكرا لمشاهدين الكرام، باكر إن شاء الله حلقة خاصة للشامبيونز ليج. شكرا، ثنتين انتظرونا على قناة كويت سبورت A to Z. مع السلامة.